هل سمعتما ذلك؟ يبدو هذا كأنه ثعلب سارق. صحيح، ذاك الثعلب المحتال يحاول دائما سرقة أغراضنا. سيحاول سرقة رداء الخارطة. لا، لو نرى فقط أين يختبئ سارق. لمن هي هذه المهمة؟ للخارطة الخارقة. سأستعمل نفسي الخارقة لأعرف أين يختبئ سارق، لكن عليكم التفتيش بسرعة. أين هو سارق؟ هل تعرفون أين يختبئ سارق؟ خلف العشب الطويل. سارق! لقد تأخرتما جدا، لن تجدوها أبدا الآن. لقد دخل غنان لصغيرة. لا نزال خريطة الزغنة ونحن نعلن. أنا خريطة.